يقول شكون هو ياني صياد؟ ياني الصياد طالب جامعي وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومشارك في عدة مسابقات قرآنية وأعمل خيري داخل وخارج الجزائر. هل ياني صياد يعتبر نفسه مؤثرا؟ لا أعتبر نفسي مؤثرا في هذا الوقت، لأن كل شخص يصنع محتوى الآن سواء كان سلبيا أو إيجابيا يسمي نفسه مؤثرا، وهذا لا يليق إطلاقا في وقتنا هذا. لذلك أنا صانع محتوى عادي. في نظر ياني صياد شكون هو المؤثر؟ المؤثر هو النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ويأتي بعده العلماء تبعنا اللي يجيبون العلم الصحيح. هذا هم المؤثرين حق. علاش ما نشوفوش ياني صياد في بعض الحصص التلفزيونية؟ وشنو هو السبب اللي خلاك ما تروحش وفي بعض الأحيان ترفض الدعوة؟ ليس مشي زوخ ولا رفضت بعض الدعوات التلفزيونية بعد ما شاركت في أكثرها، لأنه قبل ما نروح لأي حصة تلفزيونية نشاور والدي أولا. والدي متبعيني في هذا الدومين مليح، لذلك هما أسكو يقولوا الأوكي ولا لا. تحية لوالديك. الله يحفظهم صحيح.